الدعاية الإعلامية لأبعاد سياسية تخترق حدود الدول عبر الفضاء الإلكتروني وتتعدد اتجاهات الاستخدام والاستغلال. أكثر من 70 موقعاً إلكترونياً تعمل على نشر الدعاية الإيرانية في 15 دولة، وتصل شهرياً إلى ما يتخطى 1,000,000 متابع، وذلك في عملية بدأ خبراء الأمن السيبراني وشركات التواصل الاجتماعي وصحفيون في كشف النقاب عنها. مواقع إلكترونية تحركها طهران، ولكنها توحي بتسمياتها أنها محلية في كل من هذه الدول المستهدفة، مثل موقع نايل نت أونلاين الإلكتروني، الذي تذكر معلومات الموقع أنه يقع في ميدان التحرير بالقاهرة. وإذا تم تتبع الموقع الجغرافي يتبين أنه عنوان وهمي لا وجود له في الموقع المذكور. أما أرقام الهاتف فلا تعمل أيضاً، وفق رويترز التي حاولت الاستقصاء وسألت الناس وقالوا إنهم لم يسمعوا بهذا الموقع من قبل، ومواقع أخرى كشف عنها التقرير، ومنها التالي: تقرير رويترز أكد أن كل المواقع ترتبط بإيران من خلال نشر أخبار وتسجيلات مصورة ورسوم كرتونية تزودها بها مؤسسة الاتحاد الدولي للإعلام الافتراضي ومقرها طهران، كما تشترك منها مع الاتحاد بالعناوين وبأرقام الهواتف. وكانت هذه المواقع افتضح أمرها في أغسطس بعد أن توصلت إليها شركة فاير آي ووجهت لتويتر وفيسبوك بإغلاق آلاف الحسابات الوهمية التي تنشر رسالات موجهة ضمن ما يعرف بالجيوش الإلكترونية. بديع يونس، العربية.